لي لو حصل لي اي حاجه لازم اسلمه لك انت او اي حد من زمايلك. كان حاسس الله يرحمه. ياسمين وأكرم مات ازاي؟ مش عارفة. أنا كنت في المسرح النهاردة، أنا من هي حادثة، لوح حديد قاسة ونصين، أكرم ما ماتش. أنا هفضل أساعدكم، لو أنت محتاج أي حاجة قول لي. حاضر، لو احتجت أي حاجة أكلمك على طول، وانت لو احتجتي اي حاجه كلميني. سلام. حلقات جديدة يوميا على فيو بتوقيتك.